احنا راضيين عنك صدقني، كلهم عندي في الكومنتات بيقولوا لي بيحبك. الرائد محمد شاكر اترفد من كلية الشرطة لسبب غريب، ما بيطلعش لايفات غير مع بنات. ايه يا حبيبي، حياته تحولت من شاب عايش في المنصورة وبيقضي يومه بالعافية لمليونير عنده فيلا في مدينتي. ناوي يخطب سوزي الأردنية بعد ما سابه من التيك توكر سارة، لدرجة انه بقى عايش على هدايا البنات اللي بتجيبها له. انت كده كده خطيبي، انت كنت فين وسايبني؟ ومش هتصدق ايه علاقته بمنى فاروق. شاكر تعالي معايا عليك العيك. شاكر شاكر، يا ترى ايه قصته واللي الناس بتهاجم لايفاته رغم انه بيكون فيها اكتر من 32 الف متابع مره واحده، يعني تقريبا اكتر من لايفات ماتشات الكوره العالميه. شاكر محظور، اسمه الحقيقي محمد شاكر، شاب من المنصوره على الله، مالوش في اي حاجه وهو من اسره عايشه يومها بالعافيه. كان شاطر في دراسته وجاب مجموع كبير ودخل كليه هندسه، فضل فيها شويه لكن هو ما كانش في دماغه هندسه، فقرر يسيبها ويدخل كلية الشرطة. ومرة واحدة سحب ملفه من هندسة وراح مقدم في كلية الشرطة وقال اهو ابقى ضابط وخلاص. فعلا دخل الكلية وبقى رائد في ادفو محافظة اسوان. الرائد محمد شاكر ما بعزب. لكن سلوكه الغريب على التيك توك واللايفات اللي كان بيعملها كانت سبب في رفضه من الكلية بشكل نهائي. شاكر الموضوع بدأ معاه من فرح كان بيرقص فيه وواحد صوره، الفيديو عمل ملايين، فقرر يدخل السوشيال ميديا ويبقى مشهور. فتح شاكر لايفات واللي كان معظمها مع بنات، كان بيقعد يضحك ويهزر ويدخل تحديات ويعمل جولات، وعاش الدور لحد ما لقى نفسه رقم واحد على التيك توك. شاكر لايفاته غريبة جدا لانها كلها بتبقى مع بنات، وتقريبا اي واحدة حلوة بيشوفها بيرتبط بيها. لكن طلع في لايف وقال انا مستحيل اتجوز واحدة ليها في السوشيال ميديا، ويومها قرر اتجوز هتكون واحدة من اسرة متدينة، لان تقريبا كده جاله تروما من البنات اللي شافهم على التيك توك. لكن الغريبة ان سوزي الاردنية سابت خطيبها علشانه وقالت له بحبك يا شاكر. هو انت يا سوزي مش مخطوبة اصلا؟ سبت خطيبي خلاص، حصلش نصيب خلاص، وكمان عايزة اتجوزك، لكن هو رفض ده. حتى منى فاروق بتحبه جدا، شاكر انا بحبك خالص، لكن هو رافض يتجوز نهائي اي واحدة من اللي بيشوفهم، وبيقول في الاول والاخر انا فلاح وعايز واحدة مؤدبة. طب هات لي اتمرن عندك في المكتب. قدر شاكر يكسب ملايين من اللايفات والهدايا اللي كان بياخدها من البنات، وبقى يطلع شاكر يستعرض ثروته للجمهور والمتابعين وينشر صور ليه وهو وسط اسطول عربياته. ما هو بقى مليونير من الهوى مجرد بس يفتح لايفات وقاعد على التيك توك. لكن هتقولي ليه شاكر تصدر الترند والكل بقى بيتكلم عنه؟ هقولك ان شاكر شارك في مسابقه عملها التيك توك الفتره اللي فاتت. المسابقه عباره عن مسابقه لايفات، كل واحد بيفتح لايف واللي بيقدر يجمع اكبر مبلغ هو اللي بيفوز. الظاهر كده ان الحظ لعب مع شاكر وقدر يفوز في المسابقة وجمع 14 مليون جنيه في دقايق، وفاز بآيفون 16 عيار 24 ووزنه 6 كيلو ومطلي كله بالذهب، لدرجة ان هو نفسه ما كانش مصدق وهو بيستلم الجايزة وكان طاير من الفرحة. وتحول شاكر في وقت بسيط انه يبقى أسطورة على التيك توك، الكل بيتكلم عنه وبينافس المشاهير الكبار. لكن رغم شهرة شاكر بيتعرض لهجوم كبير جدا، وده لان معظم لايفاته مع البنات بتكون خارجة وفيها ألفاظ مش كويسة ومعظمهم بنات مخلة. في النهاية قلنا رأيك في محتوى شاكر ويستاهل يتحاكم ولا لأ؟